مرحبا فلويني، شلونكم اليوم؟ الفيديو للأشخاص اللي يتدربون بس ما يلقوا النتيجة. هواية تجيني الرسائل عن انه سارة احنا نتدرب بس ما نلقى نتيجة. مثلا اكو اشخاص يقولوا نتدرب لأشهر، اكو حتى اشخاص يقولوا مثلا تقريبا سنة نتدرب وما نشوف اي نتيجة، مثل ما انت تقولين انه تدربوا وتحصلوا النتيجة. بعد السبب هو تدريبكم الخاطئ. يس، التدريب مو معنى انه بس هيشي ترسم على السريع وشخبطة وها هي عن دربت، لا. راح اعطيكم شوية نصائح راح تفيدكم بشكل خارق، واذا تبعتوها اوف كورس راح تلقوا النتيجة. اول شيء، دائما ارسم اشياء تحبها او اشياء تعبر عنك. ليش؟ لانه حتى تستغرق وقت يعني كافي انت ترسم الرسمة، ما راح تحس انه انت مجبر انه تكمل فتشي انت ما تحبه، فلهذا راح تشخبط شلون ما كان وتعوفه. بس من ترسم شي تحبه راح تطول بيه، راح تتونس وانت تطول بيه. كلش مهم انه تتونس بالرسم اثناء التدريب مالتك. ثانيا، اخذ وقتك. هاي تابع نفس النصيحة، بس اخذ وقتك. ايش قد تاخذ وقت؟ اخذ، لانه من تشخبط الرسمة ما راح تستفاد. لازم تهتم بخطوطك، لازم تهتم شلون التفاصيل تسويها، وانا مسوية عن شلون تسوي خطوطك حلوة نصائح. الفيديو راح اخليه تحت بالدسكريبشن بوكس. فكلش مهم انه تاخذ وقتك وانت ترسم الرسمة. ثالث شي كلش مهم انه ترسم بشكل يومي او بشكل متواصل، على الأقل بين يوم ويوم. يعني مو أنت ترسم مرة كل شهر وحاسبها تدريب. إذا كنت مبتدئ محتاج إنه ترسم بشكل متواصل حتى تقدر تحصل نتيجة، لأنه التدريب على الرسم مثل تدريب على أي شيء، مثل تدريب الحديد، مثل تدريب حتى على المكياج. بالنسبة لأنه أكثر المتابعات بنوتات، من تخلي مكياج بشكل يومي شنو تلاحظين أنه أنت ورا فترة بديتي تعرفين شنو تخلي مكياج. بس إذا أنت كل شهر تحطي مكياج مرة طبعا ما راح تتحسنين، صحيح؟ So it's like that. كل ما تدربت بشكل يومي او مثلا بشكل متواصل راح تحصل نتيجة افضل. اكو فد شي هم كلش مهم، لازم تكونون على وعي تام انه الاشخاص مختلفين. انا سبق وحكيت بهالشي اكثر من مرة، اني مو انت وانت مو الشخص الثاني. يعني الشي اللي يمشي على شخص معين يمكن ما يمشي عليك. شنو يعني هالشي؟ لأنه أنت ممكن تتدرب بشهرين وتتقن الرسم، وغيرك يتدرب بسنتين يلا يتقن الرسم. أوكي، فالناس مواهبهم مختلفة. مو أنه أنت رسمت لك كم رسمة، ها هي يعني مو رسام عرفت الرسم راح أروح أنتحر. No. ريلاكس، لازم تأخذ وقتك حتى بالتدريب، مو بس بالرسمة الوحدة، بالتدريب. وأنت ما راح تلاحظ تقدم إذا أنت تقارن رسمتك مال اليوم برسمة البارحة. لازم تقارنها مثلا برسمة قبل شهر حتى تعرف التغيير اللي دا يصير، لأنه التطور يحتاج وقت. أكو هم نصيحة مهمة اللي هي تجنب تقارن نفسك. تجنب تقارن نفسك بالأشخاص الآخرين، لأنه ممكن أنت ما عندك أدواتهم، ممكن أنت ما عندك وقتهم، ممكن أنت ما عندك واهسهم، ممكن انت عندك دراسة وهم لا، متخذين الرسم ك يعني كجاب، يو نو. خصوصا الاجانب، يعني الاجانب ممكن ياخذون الرسم والتصميم على انه يكون مهنة. احنا هنا انت مجبر تسوي كوما اشياء اضافة الى الرسم. فلا تقارن نفسك بواحد اجنبي عمره 16 سنة او 13 سنة هو يعرف يرسم perfectly وانت ترسم وما تحصل نتيجة. لازم تنطي لنفسك وقت، ولازم تنطي لنفسك فرصة انه تتطور. نصيحة مهمة، اعرف انت بشنو تريد تتطور وعلى شنو تتدرب. يعني مثلا انت اذا تتدرب على مثلا الطبيعة، تتدرب طبيعة طبيعة طبيعة، بعدين انت قبل حولت على البشر وتتوقع انه انا مو صار لي كذا شهر اتدرب على الطبيعة، لا شو ما ادبر البشر.
رسم البشر شكل، رسم الطبيعة شكل، رسم الحيوانات شكل. فإذا تحتاج تتدرب لازم تتطور بشيء معين، تدرب بالشيء اللي تحبه. أنت تحب الطبيعة، تدرب على الطبيعة، تحب البشر، تدرب على البشر. ترد تكون أو تريدين تكونين مصممة أزياء، تدربي على رسم الأزياء، تدربي على رسم الملابس. مو شرط تروحين تدربين على الوجوه والرسم العيون واوا وانتي مجرد تريدين تكونين رسامة أزياء أو مصممة أزياء، ماكو شي اسمه رسامة أزياء، مصممة أزياء. تدربي على الشي اللي يفيدك، أو تدرب على الشي اللي يفيدك، الشي اللي انت تريد تبدع بيه. وهم لازم تاخذ بعين الاعتبار الأشياء اللي تريد انت ترسم بيها. مثلا تريد ترسم بالزيتي، تدرب على الزيتي. تريد ترسم بالرصاص، تدرب على الرصاص، على الشيدز مال الرصاص. بالالوان الخشبي، تدرب على الخشبي. بالمائي، تدرب على المائي. مو تروح انت ترسم بالرصاص وانت كل همك انه تصير رسام مائي. كل واحد من هذولة الى التكنيكس الخاصة بي لازم تتعود عليه، يعني يحتاج وقت. فانت تدرب على الشيء اللي تحبه، ارسم الشيء اللي تحبه، اخذ وقتك ولا تقارن نفسك باحد. وهذه اهم نصائح لك، امشي عليها وخلال شهر راح تشوف تطور خارق. اتمنى ان النصائح هذه تفيدكم، واذا جربتوا وتطورتوا شاركوني رسومكم على فيسبوك او على انستغرام سارة ارت. احبكم كوما، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي، stay safe, stay happy and always smile.